اتفضل حضرتك، اتفضل يا فندم. اهلا يا حضره الضابط. هو مفيش ضباط غير حضرتك ولا ايه؟ يعني هو مفيش متهمين غير حضرتك ولا ايه؟ انا قلت لسيادتي اللي هو بلاش انا، اصل بيني وبينك حمايه هو اللي هو بتاعي. طب دي مشاكل عائليه انا ماليش علاقه بيها خالص. ده صحيح فعلا. انما اعتقد ان انت ليكي علاقه بمقتل محسن هنداوي في عوامته. بس انا عمري ما رحت عوامه محسن هنداوي. انت عرفت منين ان عنده عوامه؟ عيلتك لسه قايل عنده عوامه. ده صحيح، انت اللي زقيتيه. زقيت مين؟ محسن هنداوي مات مزقوق. قصدك مات مخنوق؟ مزقوق. انا مش فاهمه حاجه. كنت عامل حسابي. بسم الله الرحمن الرحيم. محسن هنداوي تبادل اللكمات مع القاتل فقام القاتل بزقه فاصطدم في العمود ثم اترزع في ترابيزة الأنتريه الخشبية مع وجود لوح زجاج تخانت 5 ملي محمل فتسبب في تحطيم لوح الزجاج والترابيزة وجمجمة. طب أنا إيه علاقتي بكل حياتك بتقول ده؟ مش أنت بتعملي فيديوهات وعملتي فيديو شتمتيه وهزقتيه؟ ماشي، بس أنا ما قتلتوش. أنت اللي زقتيه. ما زقتوش. كنت فين ساعة ما تزق؟ كنت هنا في المكتب. مع مين؟ مع منال. منال؟ خير يا فندم. أنت اللي زقتيه؟ لا مش فاهمة حاجة حضرتك. أستاذة فريدة بتقول إنها كانت موجودة معاكي هنا طول اليوم، ده حقيقي؟ أيوه حصل. احلفي. والله العظيم أقول الحق. مش أنا اللي فاهم معايا كده. قولي والله العظيم كانت قاعدة معايا طول اليوم. والله العظيم كانت معايا طول اليوم. طب تمام، أنا يعني مضطر أمشي لأن عندي جلسة نفقة، هضطر ألحقها. ليه ما تفضل حياتك تشرب حاجة والله؟ بقول لك ايه، هو في ايه؟ في ان حمزه حطني في مصيبه ومش عارفه هطلع منها ازاي. مصيبه؟ ايوه يا حمزه، الضابط كان لسه عندي دلوقتي حالا وبيسالني على موضوع محسن هنداوي. انا ما رضيتش اجيب سيرتك في اي حاجه، مع ان المفروض ان انا كنت اقول له عليك، لان انا كده هبقى شريكه في الجريمه بتاعتك.